اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. مع بدايه الاسبوع دايما حريصين ان طلباتكم من خلال السوشيال ميديا ومتابعه السوشيال ميديا الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله ام وصفحه الشخصيه بنعرف اسئله الجمهور كله اللي بيتابعنا في انحاء العالم وبنعمل الاكل مباشره على الهواء. معانا النهارده مطلوب عايزين نستخدم المكرونه مع طاجن سجق. السجق ده طبعا مدرسه بيتعمل حاجات كتيره قوي. تعالوا نعمله مع بعض النهارده طاجن مع المكرونه بطعم وفليفر وتركايه الشيف المغازي. معانا لسان العصفور اللي دايما محصور ما بين شوربه لسان العصفور اللي احنا عارفينها، ولكن طاجن لسان العصفور بالخضار دي حاجه جديده. نستخدم شوربه فراخ او شوربه لحمه زي ما انت عايزه. الخضار اساسي بيكون عندنا بسله طعمها فيها سكريات، والجزر نجمع ما بين السكريات بتاعه الجزر والبسله ولسان العصفور، بالتاكيد الطعم هيكون مختلف. معانا بمناسبه المانجا بغرقها السوق مطلوب مننا نعمل سموز المانجا بالايس كريم. هل الايس كريم ينضرب في الخلاط ولا نحط المانجا على الايس كريم؟ الكلام ده هنشوفه في تفاصيل سموز المانجا. طعمها اللطيف الجميل من خير ارضنا مع ايس كريم فانيليا عشان طعم المانجا يبقى واضح. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل، ممكن الماتيريال بتاعي في متناول الجميع ولكن التفاصيل البسيطه والافكار اللطيفه الجميله اللي دايما بقولها تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، اكيد في كلام هنا كبير. خلونا نشوف مع بعض ازاي نعمل لسان العصفور بالخضار. عندي الشوربه اللي انا سالق بيها المكرونه، عايزها دي مش هرميها، بالعكس ده هي شوربه زي اي شوربه. احنا كلنا عارفين المكرونه بتصنع من الدقيق الصاموليلا او الدقيق الصبيت الناعم مع خليط من الدقيق العادي وزيت وبيض، دي المكونات بتاعه العجينه، وتتصنع بقى حلزوني سباكيتي لازانيا تتعمل بنا زي مقصوصه زي ما احنا عايزين. فالشوربه هنا نستفيد بيها، ليه نرميها وانا حاطط فيها زيت زيتون وحاطط فيها ذره ملح صغيره. تعالوا نعمل طاجن السجق مع بعض سريعا كده. طاسه على النار، قصدي سوري، طاجن لسان العصفور بالخضار. معانا لسان العصفور ومعانا البسله ومعانا الجزر. المقادير على الشاشه، لسان العصفور وبسله وجزر وبصله ناعمه وتوم ناعم وشويه حب برضو زي ما قلت في البدايه، ده مهم جدا. ولكن اختيارنا للبسله مع الجزر في اختيار هنا فني. البسله غنيه بالسكريات والجزر غني بالسكريات، الاتحاد بينهم مع لسان العصفور والتوابل بتاعتنا بالتاكيد طعم السكريات هنا هيختلف. تعالوا شوفوا نعملها الاول ونحمر لسان العصفور في طاسه شديده الحراره مع قليل من الزيت والزبده. لما تيجي تحمري لسان العصفور دايما حطي مكعب زبده. علل ولماذا يا عم الشيف؟ عشان الزبده تحمر لسان العصفور بسرعه. ناخد لسان العصفور الحلو ده كده. نعم يا غالي، ما ينفعش. بيقول لي ما ينفعش نخليه ابيض كده. لا، يبقى في الحاله دي بشكله ده لما نيجي نعمله ريزيتو. وما هو الريزيتو؟ الريزيتو ده من المطبخ الطلياني، بيتعمل بالجمبري، يتعمل بالدجاج، يتعمل بالخضار، بياخد جبنه موزاريلا في الاخر وبقدونس او ريحان اخضر ويتقلب ويبقى موت كده لطيف وجميل. تقدري تعمليه مع كل الانواع سواء لحمه او فراخ او جمبري اللي هو الريزيتو. تقليب ده في حاله ان انا مش عايز احمره، لان هيديني نشويات. شايفه ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هو دي رشه الملح اللطيفه على لسان العصفور تخلي لك كل لسان العصفور واحد، لا حبه غامقه ولا حبه فاتحه. انا بعشق لسان العصفور والشعريه في حاله التحمير، ونحط عليهم السوائل سواء شوربه او ميه، بيبقى في ريحه حلوه كده بالتحميره بتاعت الشعريه، انا بحبها شخصيا. عند الخضار البسله والجزر نسبه وتناسب بقى، ما تجيبليش مثلا ايه بطاطس مع الاكله دي، ما ينفعش خالص. والله انت كريمه واحنا نستاهل كرمك. عندك شويه لحمه مفرومه حطيهم، عندك صدر فرخه تقطعيه وتحطيه، اهلا وسهلا زي ما انت عايزه، مفيش اي مشكله. انا بفتح لك السكه، كنت صاحبه القرار. صدر دجاجه هتقطعيه مكعبات وتحطيه. عندك يا ست كل شويه لحمه مفرومين متعصجين في الثلاجه هتطلعيهم وتحطيهم. عندك شويه سجق زي اللي كان معانا من شويه، بعد ما الطاجن ده يقرب على السوا بتحطيه. اهو الشيف المغازي بقى يعمل التركيه بتاعته المعتاده. ايه هي؟ بنوسع كده
توسع، بنحط مكعب زبدة بالشكل كده. مخرجنا الجميل حبيب هارتي، شفت بقى التركية دي؟ ومعانا فص توم حلو، الله عليك يا شيف. شفت بقى التركية دي؟ اهو 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 توم عليها. ريحة التوم مش بتعجب ناس كتير، نقوم نعمل ايه؟ بنحط عليها شوية زعتر او اوريجانو، ده الشغل. شوف بقى التركية دي، هي دي بقى التركية اللي بتكلم فيها. اهو ونسيبهم مع بعض يتحمروا شوية. اهو في نفس الطاسة، النار اخبارها ايه؟ نحمر كده اهو. ما تستنيش لما التومة تاخد لون عشان ما تمررش لسان العصفور. اشم ريحة الزعتر مع التومة بالشكل ده كده، بعدين بعرفهم على بعض. نعم يا غالي، اتحداك. المخرج بيقول لي لسان العصفور بيتحرق، اتحداك، لان انا عارف انا عامل ايه. لما انا حطه على اطراف بتاعه الطاسه، اطراف الطاسه ما فيهاش نار، النار في الحته اللي انا بقلب فيها. انا عارف يا حبيبي، مدرسه. اه شفت ازاي؟ جيب لي بقى لسان العصفور انت بتقول عليه اتحرق ده كده، بالله عليك برضو خليك في الحله ما تطلعش منها. اه شفت الحلاوه؟ في اي اثر؟ المال الحلال ربك بيبارك. اه ونقلب لسان العصفور. انا حكايه مبسوط طبعا لان انا مهتم بيه. شفت؟ اه زي الفل يا عم الشيف. الله، التومه خدت لون، خدت طعم مع الزعتر مع الزبده. دي المدرسه. انت هتعمل لسان العصفور بمدرستك بفكرتك، ما عنديش مشكله، بس انت يعني خد التركيه مني الحلوه والوحشه بلاها منها. خلاص زي ما بنقعد في اي قعده حلوه كده، بناخد الكلمه الطيبه نعمل بيها، والكلام اللي مش عاجبنا لا نعلق عليه ونبقى زي الفل. اه شفتي؟ اه هتقولي والله انا بعمله كذا وطريقتك حلوه من ايدك زي الفل، ونفسي اكل من ايدك يا اختي. اه عادي. اه بس جربي عشان الاولاد كمان ما يملوش. خلي بالك انا مش هستنى على لسان العصفور لما يتحمر جامد، انا مش عايز لونه غامق لان ده هياخد طماطم. اه بعمل ايه؟ بنزل بالخضار بتاعي، الجزر. وعلى فكره الجزر ده مسلوق نص سوا، ينزل كده. الله زي الفل. معانا بسله، خضار مطلوب، والبسله غنيه بالبوتاسيوم، والجزر فيتامين سي، بوتاسيوم يعني للامهات الحامل، ربنا يقومهم بالسلامه، بتغذي الجنين في بطن امه. الجزر فيتامين سي اللي الجسم دايما اعتاد على ان هو يزوره كل يوم، الفيتامين الوحيد اللي مش بيبيت في الجسم ولا بيتخزن في الجسم اللي هو فيتامين سي. دوره ايه فيتامين سي؟ الاسانسير بتاع فوائد التانيه كلها، ده الاسانسير بتاع كل الفوائد عشان الجسم يمتصها. اه الواسطه. اه اه شفت الحلاوه دي؟ شفتوا الجمال ده كده؟ اه شفتوا الخليط ده كده؟ اه وشويه الملح اللي انا حطيتهم على لسان العصفور خلوا البسله يبقى لونها اخضر، لان المدرسه الطهويه بتقول ايه؟ اضافه الملح قبل الخضار السوتيه اذا كان اخضر بالذات زي البسله زي البروكلي زي السبانخ بيساعد على خضاره وايه؟ ونضارته. نقلب. ايه بهاراتك هنا يا عم الشيف؟ شويه فلفل اسود بس. اوعى إيه تحطي كمون ولا كزبره ارجوكي. فلفل اسود. ويا سلام لو عندك في التلاجة شوية شوربة لحمة، كنت عاملة ملوخية امبارح، امبارح كانت الجمعة، ملوخية بالفراخ احنا بنحبها. عندك شوربة حمام، عندك شوربة لحمة، عندك أي شوربة في التلاجة طلعيها تبقى إيه؟ فلة شمعة منورة. هو ده كده الطعم عندي زي الفل. هعمل إيه يا عم الشيف؟ زي ما هي كده أسويها. أهو شفت الحلاوة دي كده؟ الله. ونجيب إيه يا عم الشيف؟ الميه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اه خلي بالك فيه هنا خضار، فتعملي كنترول في عمليه الايه؟ الشوربه. لسان العصفور بالخضار. انا بعشق البسله مع الجزر، خاصه لما يكون معاها رز او لسان عصفور. نعم لغايه لما انت تقول لي بس. مخرجنا بيقول لي هتنك تحط كده شوربه على طول لغايه لما تقول لي بس. ما قلتش بس هغرق الحله شوربه، كبرت في راسي. اه طيب ده حلال والله. انا كده كده كنت هبطل، انا بهزر يعني، انا بعمل جو يعني. شفت الجو ده كده اهو؟ الكميه السائل يا اخوانا يا حبايبي
لغايه لما تكون بسوى او بميزان البسله والجزر ولسان العصفور. ملهاش دعوه بكوب ربع بقى وكوب لسان عصفور او كوب رز، دي المقادير اللي انا عارفها. انا في حياتي عمري ما اشتغلت بمقادير من الف باء مطبخ على فكره، بشتغل بالبركه كده بتاعت امي والدنيا ماشيه زي الفل. بسيب كل حاجه هنا عشان ما اغلطش، اصل انا كنت بيني وبينك يا شفيق هغلط واحط دي في لسان العصفور بصراحه، وانا بغسل فم الصبح للسموزي. شفت بقى ازاي؟ انا افتكرت فجريت بسرعه قبل ما ايدي تاخدني جوه. خليها هنا اهو. تعالوا نشوفوا مع بعض الابداع ده. ايه ده؟ هو ده. شفت الحلاوه؟ شفت لسان العصفور؟ هو ده. لسه ما خلصتوش على فكره، دي لسه هياخد خضره، هياخد شويه ايه، شويه كزبره خضره. شفت؟ بس مش هحطهم دلوقتي. الله، انا بحب بقى النشويات بتاعت لسان العصفور مع السكريات بتاعت الجزر والسكريات بتاعت البسله حكايه. هسيبه على النار ومش هغلط تاني. هننزل طبعا بالكزبره الخضراء على الطاجن بتاعي ونقلبه كده. شفت الحلاوه دي؟ شفتوا الجمال ده؟ الله، حكايه الف هنا وشفا. تخليه جوسي كده، ما تخلوش ناشف، احنا مش بنسلق رز. شفت بقى طعم الجزر مع البسله مع التومه اللي انا محمرها؟ ايه الشقاوه دي؟ يلا بينا، يلا بينا الف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. نازل يتناغم الجزر يتسابق مع البسله في انتاج السكريات، لسان العصفور من ايدك بقى سكر، كزبره خضراء فصلت الاطعمه كلها عن بعضيها. الله عليك يا عم الشيف. بيقولوا لي ليه ما حطيتش بقدونس؟ هي الكزبره الخضراء صوتها عالي مع الطواجن، البقدونس هو مكانه وكبيره تبوله. الف انا وشفا للي ياكل. اللي بيحب السبايسي ده اختياري. مطبخنا النهارده على شاشه القناه الاولى تفاصيله صغيره، مقاديره بسيطه في متناول الجميع، مصاريف قليله. طب عملنا ايه؟ عملنا صينيه او طاجن مكرونه بالسجق بالمدرسه المغازيه، دي طريقتي، جربيها، اعتقد انك بتعملي احسن مني بس جربي. عملنا شويه لسان عصفور جامدين جدا بالبسله والجزر. قصه ان انا اضيف كزبره خضراء على لسان العصفور في النهائي علشان افصل طعم البسله من الجزر مع لسان العصفور. نيجي بقى للحلو الجميل، المانجا بتاعتنا اللي هي احلى مانجا في الدنيا كلها وبتتاخد هدايا واحنا رايحين مسافرين في اي مكان. عملناها سموز النهارده مع ايس كريم فانيليا، وانا علمتك تعملي ازاي الايس كريم في البيت، يعني مش هتجيبي حاجه من بره غير المانجا وهي كده كده في ادراج الثلاجه. رؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.